ريتنج ايجنتس وي هاف ديفرنت تايبس، قد تكون ماسترد ايجنتس واللي تنقسم الى الفوسفوراميد ماسترد او نيتروجين ماسترد. بالنسبه للفوسفوراميد ماسترد عندنا وي هاف تو تايبس، ايذر وي هاف سايكلوفوسفاميد ويتش از جيفن ايذر اورالي اور اي في، او الايفوفوسفاميد ذات از جيفن اونلي باي اي في روت. وعندنا النيتروجين ماسترد هو النوع الثاني واللي ينقسم الى فينيل ادينين ديريفاتيفز اللي هي النيتروجين ماسترد اللي هي الملفالان والبيوسيلفان والكلوروبيوسيل. عندنا انواع اخرى من الالكيليتنج ايجنتس، مثلا منها قسم هي تتكون الكربونيوم ايون مثلا دكربازين والتيموزولاميد، او اللي قسم منها تسوين النيتروزويوريا اللي هي اللوميوستين والكارميوستين، او قسم منها عباره عن بلاتينيوم كومباوند اللي مثل السيسبلاتين والكربوبلاتين والاوكسالوبلاتين. فبالنسبه للماسترد ايجنتس هسه اللي حنجي عليها قلنا هي نوعين، اما انه تكون فوسفورامايد ديريفيتيفز مثلا السايكلوفوسفامايد والايفوفوسفامايد، او قد تكون نيتروجين ماسترد، والنيتروجين ماسترد بنوعين، اما انه يكون الفيسيكيت نيتروجين ماسترد اللي هو الميكلور ايثامين، ومن اسمه الفيسيكيت نيتروجين ماسترد يعني هو هذا اللي كان ممكن انه يسوي لنا السكن ايربشن او السكن بيرنينج، وهذا ممكن يستخدموه كوارفير برودكت ويستخدموه بالحرب العالمية الأولى اللي هو الميكلور إيثامين، أو كل نوع الداخل الفينيل ألانين ديريفيتيفز واللي هي الملفالان والبيوسيلفان والكلوروبيوسيل. فهسا أكثر جماعة الماسترد أو مشتقات الخردل اللي هي الماسايكلوفوسفامايد أو الايفوفوسفامايد أو الملفالان أو البيوسيلفان أو الكلوروبيوسيل، هذه اللي لها يوز كأنتي كانسر دراكس واللي هي من جماعة الماسترد ايجنتس. بالنسبه نجي على اول واحد هو الفوسفوراميد ماسترد اللي هو يشمل لنا نوعين السايكلوفوسفاميد والايفوفوسفاميد. هذني الايجنتس نشوفها، اول شيء البي اف سبيسيفيك ميكانيزم، الميكانيزم مالتها هذا ار باي ترانسفورمد الليفر باي سايتوكروم بي 453A4 او 2D6 تو برو 2B6 تو برودوس نيتروجين فوسفوراميد. هذا النيتروجين فوسفوراميد يشتغل كبايو اكتيف سبيشيز ذات بايند تو ذا دي ان اي اند بريك داون ذا انتر ستراند اند بريك داون ذا دي ان اي، وبالاضافه الى هذا يسوي لنا الانتر ستراند كروس لينكينج. ف لما هو دا يسوي لنا انتر ستراند كروس لينكينج هذا ايش نعتبره، مونو فانكشنال لو باي فانكشنال؟ هذا باي فانكشنال. باي فانكشنال. الشغله الثانيه انه يعني وحده من بالميكانيزم مالته دخل الميتابوليزم، يعني نشوف انه لازم يصير ب ميتابوليزم عن طريق السيتوكروم بي 453A4O2B6 حتى يؤدي الى تكوين النيتروجين فوسفوراميد، وهو هذا النيتروجين فوسفوراميد يلا دي يتحد ويا الدي ان اي. فهذا ايش نعتبره الكومباوند اذا؟ يعني هو الكمباوند يتفعل قبل ما يدي الى يعني يتفعل عن طريق الميتابوليزم، ايش نعتبره؟ برودراج. نحتاج انه يصير بي اكتيفيشن. فهسه اذا انطي انزيم انديوسر ويا النيتروجين فوسفوراميد او السايكلوفوسفاميد او الايفوفوسفاميد، هذا ايش حيسوي؟ هذا حيقلل الايفكت لو يزيد الايفكت؟ يزيد الإفكت مالته. الشغلة الثانية أنه نتيجة الميتابوليزم they release acryoline as a waste product. هذا الأكريولين يعني هي دائما شو تطلع؟ تطلع فوسفوراميد وتطلع أكريولين. الأكريولين من يطلع يتجمع باليورينري بلادر ممكن أنه يسوي لنا هيموراجيك سيستايتس، يعني التهاب ويا نزيف بالبلادر، نسوينا هيموراجيك سيستايتس. فهذا الستركتشر مال الفوسفوراميد، جنرال ستركتشر اوف ذا فوسفوراميد ديريفيتيفز. فدائما نشوف اكو نيتروجين اتاش تو يعني الفوسفات جروب از اتاش تو ذا تو نيتروجين مويتيز. طبعا بالنسبه للسايد افكت، طبعا بالاضافه الى جنرال سايد افكت، تعرفون الجنرال سايد افكت هي شنو؟ انه شو يسوي يعني كجنرال سايد افكت؟ المايلو سبريشن
مالينو الوبيشيا. سبريشن، نوزيا اند فوميتنج، الوبيشيا، نوزيا فوميتينج. نوزيا فوميتنج، سوين الوبيشيا، سوين مالينو سبريشن، هاي كليتها. وممكن يأثر لنا الليفر فانكشن، يأثر لنا عليه. فبالإضافة إلى هذا، عندما الفوسفوراميد ديريفيتيفز اللي هي السايكلوفوسفاميد والايفوفوسفاميد بيفد سايد افكت اخر هو الهيموراجيك سيستايتس. ليش يصير عندنا هيموراجيك سيستايتس؟ يعني يصير بيها ريليز اوف كريولاين از ويست برودكت ويتش انجور ذا بلادر. وهذا السايد افكت ممكن انه نسوي له بريفنشن عن واحد من هذه الطريقين، اما انه نسوي كومبليت هايدريشن او انه ننطي اي في انفيوجن اوف مزنه. والمزنه هي صوديوم 2 ميركابتو ايثان سلفونيت، صوديوم 2 ميركابتو ايثان سلفونيت. هذا الميركابتو ايثان سلفونيت او المزنه هذا يسوي لنا فت كاونتر اكشن الى الاكريولاين. زين، المشكله الثانيه انه يسوي لنا نيورو توكسيسيتي، والنيورو توكسيسيتي اكثر شيء يصير ويا الايفوفوسفاميد. طبعا هو اكثر شيء يسوي لنا حاله البريفيرال نيورايتس. بريفيرال نيورايتس يعني او بريفيرال نيوروباثي، فهذه ممكن ان يسوي لنا مثلا فوت دروب، يسوي لنا باراسيفيجيا يعني يبدي يعني يصير عندنا نامبنس او باراسيفيجيا يعني دائما يبدي ينمل. وبالاضافه الى هذا يصير عنده يعني يصير عنده دامج بالنيورونز، او ممكن انه يسبب لنا سكندري مالجنسي اوف اكيوت ليوكيميا. فاذا هذه اكثر الافكت هو يصير ويا السايكلوفوسفامايد او الايفوفوسفامايد. السبيسيفيك انديكيشن مالته هو اللي طوب باللومفويد تيومرز او بالسوليد تيومرز. النوع الثاني من الديريفيتيفز هي الفينيل الانين او ارل سبستيتيوتد نيتروجين ماسترد، اللي هو ايضا يعتبر باي فانكشنال ايجنتس، وتكون هي الفينيل الانين او الاريل سبستيتيوتد. هذه تكون نتيجه وجود الاريل سبستيتيوشن، فهذه الطبيعه تكون مور ستيبل اند مور لايبوفيليك. ف هاي نتيجة وجود الأريل سبستيتيوشن. فهذا الأريل سبستيتيوشن will reduce the nucleophilicity of the nitrogen atom. فبالتالي يعني بالتالي تكون طبيعتها more stable وتكون more lipophilic نتيجة الأريل سبستيتيوشن. فهذا يقلل لي النيوكليوفيليسيتي مال النيتروجين اتوم، فالتاثير مالتها يكون يعني اقل ضرر من البقيه. بي سبيسيفيك ادفيرس افكت هو الهاي انسيدنس اوف اليوكوموجينيسيتي. فتنقسم هذه الفينيل الانين ديريفيتيفز الى الملفالان والكلورامبيوسيل والبيوسيولفان. الملفالان هذا يستعملوه بالمالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما هي الكانسر اللي يصير بالبي لمفوسايت. الملفالان الكاركترستيك فيتشر مالته انه بي وايد انتر انديفيدوال فاريشنز سبيشالي وذ اورال ابزوربشن، فيحتاج الى دوز ادجستمنت. والدوز ادجستمنت مال الملفالان اكثر شيء عن طريق الثرومبوسايت والار بي سي كاونت. الكلورامبيوسيل هذا يستخدمه اكثر شيء للتريتمنت اوف كرونيك لينفوسايتيك ليوكيميا. والبيوسيلفان ينطوب للكرونيك مايلوجينيك ليوكيميا، لكن مشكلته انه يسوي لنا بالمونري فايبروسيس. فلهذا تشوفون مثلا الماستر ديريفيتيفز اكثر شيء ينطوها باللمفويد تيومرز، يعني مثلا نيتروجين فوسفوراميد ينطوب باللمفويد تيومر، كذلك بالسوليد تيومرز اللي هي السايكلوفوسفاميد والايفوفوسفاميد. ايضا مثلا الملفالان والكلورامبيوسيل والبيوسيولفان هذه بطبيعتها ايضا ممكن انه انطيها بالمالتيبل
عن طريق اليوكيميك يعني باللوفوسايت تيومرز. يعني مثلا الملفالان هو يطوب المالتيبل مايلوما اللي هو التيومر بالبي لوفوسايت، او الكلوروبيوسيل ينطوب الكرونيك لينفوسايتيك اليوكيميا، والبيوسيلفان ايضا ينطوب الكرونيك مايلوجينيك اليوكيميا. از جيفن الكرونيك مايلوجينيك اليوكيميا. عندنا النوع الاخير يسمونه فيسيكنت نيتروجين. الفيسيكنت نيتروجين هذا يسوينه بروديوس سيفير اريتيشن، سكين اريتيشن، ممكن يؤدي الى البلسترز او السوالينج او الانفلاميشن. وهذا المكلور ايثامين it was developed during World War I لكن الى limited use نتيجة وجود الفيسيكنت بروبرتيز ونتيجة السيفير دامج. فقط يستعملوه بالكيسز مال الهوجكن والنون هوجكن لنفوما. هذه الهوجكن والنون هوجكن لنفوما هذا الفرق بيناتهم هو الفرق بالخلايا. فاكو قسم من اللنفوما يعني التيومرز مال اللنفوسايد تكون الخلايا مالتها كبيرة وتكون بها فت كاركترستيك فيتشر فقط الهيماتولوجيست تقدر يحددها فيسموها الهوجكن. والهوجكن دائما يصير النمو مالته سريع، بس النون هوجكن لا يكون نوعا ما مور بناين يعني والنمو مالته يكون أبطأ.